الناس يعني لا يحترمونك وأنك أنت وتفسر كل سلوك يفعل أنه إهانة لك وأن الغرض فيه المكيدة وأن الغرض فيه أن يدقك بالكلام مثل هذه العبارات. هذه الكلمات الداخلية تصنع في النفس من السوء ما لا يصنعه السباب والشتام الشتيمة التي تأتي من الخارج، لأن الشتيمة التي تأتي من الخارج نفسك تنكرها، التي تأتي من الداخل نفسك لا تنكرها، تتقبلها وتتشربها، يعني تمررها. ويسميها الجشد الطيوب في علم النفس الازدراد، أن تأتي موقف معين كذا فتزدرد وتبتلعه بسلبياته فيعمل فيك، مثل ما يبتلع الإنسان دواء ضارا فيعمل فيه، يؤدي دوره فاعلية فيه. إذن هاك هذه حالة الإحسان. من الإحسان إلى نفسك كذلك أنك تحدث عن نفسك بإيجابية مع نفسك، أثني على نفسك، توقع منها الخير. لماذا تجد بعض المقاطع ترسل بعض الصور يقول يجيب لك شيء هذا حظي، أنا دائما حظي هكذا، لماذا تسيل هذا النفس؟ حظك ليس هكذا. لو هناك من يناقشك ويأتي بقائمة يذكر فيها القضايا والأشياء التي كسبت فيها والتي ربحت فيها والتي كان بعبارتك أنت حظك فيها كان أوفر من غيرك، لرأيت أنك محظوظ ولست بالصورة التي أنت تتصورها. ومفهوم الحظ أيضا مختلف، يعني يختلط فيها التوفيق البركة، يعني لها يعني كثير هكذا. من الـ فهذا من الأشياء التي يحسن من الإحسان إلى نفسك كذلك، لا تتسبب في ابتعاد الناس عنك، لا تجعل الناس يحملون يشيلون هم إذا لقوك ويشيلون هم إذا رأوا اتصالك، ويشوف اتصالك يعني يتردد يرد لما يرد. ما الذي يجعل الناس يعني يبتعدون عنك؟ الذي يجعل الناس يبتعدون عنك السؤال الكثير. فرق بين السؤال عن الحال وبين التفتيش في الحال، أخبارك، أخبار أولادك، أمورك، هذا دافعه الاهتمام، هذا دافعه الفضول. لماذا؟ لأن هذا إحسان لنفسك أنك تبقى الناس حواليك لا تبعدهم. ما الذي يبعد الناس؟ هذه أسئلة تفتيشية. في فرق بينك مع أحوالك، أخبارك، أخبار أولادك، أخبار عملك، أخبار دراستك الطبيعي، لكن تدخل إلى تفاصيل الدراسة وتدخل إلى تفاصيل الحمل والولادة وتدخل إلى تفاصيل الأمور المالية وتدخل إلى تفاصيل أعمالك التي يا أخي الناس قد يكون أخفقوا في أشياء ولا يريد أن يعلم عنهم أحد، وسئلوا آلاف المرات عن هذه المسألة. هذا النوع من الأسئلة التفتيشية لا ينبغي. إذا سألت سؤالا واحدا في قضية السؤال الثاني يكون في قضية أخرى، لا تسأل في نفس القضية، سمع الأسئلة السابرة. الأسئلة السابرة التي تتركز في قضية واحدة. يعني من الأحسن في العلاقات هذا أبو زياد. لماذا؟ لأن العلاقة العلاقة اللي بقيت حولك في إحسان لك، من إحسانك لنفسك. من الإحسان في العلاقات أيضا أن تحافظ عليه. تقول لي طيب في ناس مزعجين، أنا أعطيك بكل بساطة يعني. الذين يعني يلعبون الشطرنج ألا يوزعون الأحجار بتوزيع معين؟ هناك بعض الأشياء لو نقلتها وقربتها تلفت، ولكن من الحفاظ عليها أن تبقيها بعيدة نوعا ما حتى لا يصطادها بيدق آخر ويأكلها. فأنت توزع الأحجار على رقعة الشطرنج بما يبقيك دائما في حالة احتمالية الفوز. وزع الناس حول رقعتك بالطريقة التي تبقيك ما تصل لمرحلة كشملك. يعني بالفعل أتي مثال آخر، الناس مثل المسرحية فيها بطل وفيها أدوار. وزع الناس في مسرحيات حياتك، أنت البطل، وزعهم في المسرحيات بحيث تبقى مسرحيتك جميلة. بعض الناس أفضل طريقة للتواصل معها أن المسافة بينك وبينه تكون شوية بعيدة، القرب الزائد هو المشكلة. والبعض منهم من الأفضل أن يكون قريبا منك وتكون أنت قريبا منه. عوض عن البعد الزمني بقرب آخر، وازن الأمور. إذا أخذت من شخص اليوم أعطى بكرة، أخذت مادي عوض معنوي، هكذا تبقى العلاقات قائمة.